إذا صار في مواجهة مع اللاعب الإسرائيلي كان الفوز إن شاء الله من نصيبه. إلي 8 سنين بدل الرعب، شاركت في بطولات داخلية يعني أزود من 20 بطولة، الحمد لله عندي 18 بطولة منهم ذهب وثنتين فضة، شاركت بطولات خارجية كثير. الحمد لله رب العالمين، إحنا بكينا رايحين ومتأملين إن نجيب ميدالية ذهبية، بس قدر الله وإجت كرعتنا في نصف النهائي مع اللاعب الإسرائيلي واضطرينا إن نوقف وننسحب وما نلعب معه. طبعاً إحنا يعني في الأساس هو 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 قرار وطني، يعني إحنا حالة الرفض هاي الأجت كان طبعاً فيها قرار من اللجنة الأولمبية، فيها قرار من الاتحاد، فيها قرار من المدرب، وأكيد قرار من اللاعب، لأنه أنت في النهاية لما تطلع على حلبة وتسلم على خصمك بدك تحط أنت إيدك بإيد المحتل، بدك تبوسه، بده يبوسك، بدك فإحنا حالة أنك يعني حالة التواجد في نفس المكان على الحلبة، العرق يختلط ببعضه، الدم يختلط ببعضه، هاي الفكرة إحنا رافضينها. بحب أوجه رسالة لأي لاعب عربي إن إذا طلعت كرعتك مع اللاعب الإسرائيلي ما تتردد، وبالعكس انسحب، وهذا أصلاً شرف إلنا إن ننسحب وما نلعب معهن. ثاني إشي إن شاء الله إن ربنا يثبت أهلنا في غزة وينصرهن عن قريب يا رب.